محليا موقع فيسبوك كان عم يشهد ثورة على خلفية إقالة أو استقالة وزير العمل شرب النحاس. على موقع فيسبوك وتحديدا بصفحة شرب النحاس أو بصفحة العماد ميشيل عون كان في كتير تعليقات عم تبدي تضامن مع الوزير شرب النحاس وعم ترفض ما أقدم عليه رئيس تكتل التغيير والإصلاح باعتبار أنه باع شرب النحاس. كثير من التعليقات كانت عم تجي قاسية جدا بحق التيار الوطني الحر وبحق العماد عون وأغلبها كان من مناصرين للتيار الوطني الحر. أبرز هذه التعليقات كان عم بيتم استرجاع عبارة كان يستعملها العماد ميشيل عون بالزمانات واللي كان يقول فيها أنه يستطيع العالم أن يسحقني ولكنه لا يستطيع أن ينتزع توقيعي. كثير كمان من التعليقات اللي كان عم يتم تداولها على فيسبوك وعلى تويتر كانت عم بتطالب بعودة نحاس إلى الحكومة وخروج غيره يلي لازم هن يكونوا برات الحكومة وليس هو. أيضا من التعليقات اللي كانت عم تجي على موقع فيسبوك كانت عم تدعي لاعتصام أو لوقفة تضامنية مع الوزير شرب النحاس. أيضا من المتوقع أنه يكون في ندوة للوزير شرب النحاس ب 24 الشهر بقصر اليونسكو فكانت الدعوة عم تتم التوجيه لإلها عبر موقع فيسبوك. لابد من الإشارة أيضا أنه عديد من مناصري التيار الوطني الحر كانوا عم يعتبروا أنه من خلال موقع فيسبوك ممكن يوصلوا صوتهم للقياديين في التيار الوطني الحر ليثنيهم على هيدي الخطوة، خاصة أنه كانوا عم يعتبروا أنه وسائل الإعلام بالتواصل بداخل التيار الوطني الحر ما عم بتوصل صوتهم. من فيسبوك بننتقل لموقع تويتر. أكثر موضوع كان عم يتم تداوله اليوم على موقع تويتر هو تحت مسمى كولفن، أي مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفن بمدينة حمص السورية، أيضا مقتل الصحافي المصور الفرنسي ريمي أولشليك. أغلب التويتات كانت عم تبدي حزن وأسف عميق لمقتل الصحفيين في حمص وأيضا كانت عم تحمل مسؤولية مقتلهم للنظام السوري، وطبعا هذا الموضوع كان عم بيتم استغلاله لمزيد من الضغط على النظام السوري ليوقف حمام الدم الذي تشهده البلاد. على يوتيوب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم كان عم يعلن رسميا عن افتتاح أول قناة له على موقع يوتيوب. عمليا هذه القناة رح تكون أول قناة لسياسي عربي على موقع يوتيوب. بحسب ما ذكر على هذه القناة أنه القناة رح يتم نشر عليها أخبار متعلقة بحاكم دبي وأيضا كل الأشياء اللي لها علاقة بالأنشطة تبعيته وبالمبادرات يلي بيقوم فيها. على يوتيوب أيضا كان عم تنتشر فيديوهات من إسبانيا وتحديدا من مدينة فالنسيا، كانت هذه الفيديوهات عم بتفرج العنف يلي كان عم تعرض له طلاب الجامعات على أيدي رجال الشرطة. Es la autoridad judicial la que tiene que valorar la proporcionalidad, la actualidad y la necesariedad en el uso de la fuerza. No es prudente desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas. Mis debilidades. Nosotros actuamos, intentamos actuar siempre en congruencia con la gravedad de los hechos que se están produciendo. مع هذه المشاهد بنوصل لختام فقرتنا.